حديث أكثر عن الشأن الفلسطيني من رام الله. ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ نصيف معلم. سيد نصيف أهلا بك، وبداية برأيك كيف ستتعامل السلطة الفلسطينية مع هذه المسجدات وهي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟ يعني باعتقادي أن العملية حاليا هي أكبر من السلطة الفلسطينية وأكبر من الأحزاب السياسية. القضية قضية شعب فلسطيني ممثلا بمنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، إضافة إلى الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. شعبنا الفلسطيني عامة وقياداتنا السياسية خاصة وكافة المؤسسات السياسية الفلسطينية مؤكد أنها ترفض مثل هذا القرار، وهي الآن تفكر بإعداد العدة لمواجهة القرار الأمريكي لنقل السفارة من تل أبيب إلى قدسنا إلى عاصمة فلسطين. بالتالي العملية ليست عملية سهلة، القضية معقدة وبحاجة إلى كافة الجهود لتتوحد من أجل مواجهة مثل هذا القرار ومواجهة مثل هذه السياسة، لأنه حقيقة بدون مواجهة فلسطينية عربية إقليمية ذات بعد استراتيجي ورؤية ثاقبة قد يكون هناك دمار قادم على الشعب الفلسطيني، ليس فقط بنقل السفارة وإنما أيضا لسياسات أقسى من ذلك. نعم أستاذ نصيف، ما دلالة تأكيد عريقات أن الإدارة الأمريكية يعني أصبحت جزءا من المشكلة؟ يعني حقيقة عندما قام الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، هو تدخل في الشؤون الداخلية الإسرائيلية. ترامب ليس بفلسطيني، وترامب ليس له أي شخصية معنوية فلسطينية ولا أصلا دولية. هو ليس رئيس مجلس الأمن وليس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس له أي صلة في فلسطين أو في منطقة الشرق الأوسط. هذه العملية أنه تقول للعالم بأن إسرائيل وأمريكا هم في نفس الخندق، هم في نفس القارب. بالتالي أصبحت أمريكا ليست راعيا لعملية سياسية وإنما هي طرفا في عملية صراع، فكيف لنا أن نحل قضية بيننا وبين عدونا؟ أمريكا وضعت نفسها في نفس خندق العدو الإسرائيلي، بالتالي يجب علينا أن نجد ذلك الراعي الدولي الأممي الذي لا ينحاز لا للطرف الفلسطيني ولا للطرف الإسرائيلي. أما أمريكا حقيقة كما قال السيد صابر ريكات هي جزء من المشكلة، وعادة من يكون هو جزء من المشكلة أو سبب المشكلة بالضرورة أن لا يكون جزء من الحل. فالحل هناك شخصيات، هناك مؤسسات، هناك قرارات شرعية دولية. بالضرورة أصحاب هذه القرارات من أقروها بأن يضعوا هذه القرارات على طاولة المفاوضات، وعلينا أن نفاوض على آليات تنفيذ هذه القرارات وليس مفاوضات على القرارات كما تريد أمريكا وكما تريد إسرائيل. نعم، إزاء هذا الإجراء الأمريكي أستاذ نصيف، ما هي برأيك السيناريوهات المطروحة حاليا في تحريك ملف عملية السلام؟ يعني نحن فلسطينيا أوراقنا واضحة للجميع. نحن أعلننا البرنامج السياسي السلمي الفلسطيني في 15/11/1988. نحن نادينا منذ ذلك الفترة بتطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية على القضية الفلسطينية ذات العلاقة، وطلبنا في حينه وما زلنا نطالب بإقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967. هذا هو برنامج السلام الفلسطيني. برنامج السلام الفلسطيني ينسجم مع الشرعية الدولية، ينسجم مع القانون الدولي، ينسجم مع كافة قرارات الأمم المتحدة سواء صدرت من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونحن أيضا نقول بأننا نريد تطبيق كافة بنود المبادرة العربية من عام 2002 كما أقرت في بيروت. نحن طروحاتنا واضحة، برامجنا السياسية واضحة. نحن نريد أن نتحرر وأن نستقل وأن نقيم دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، هذا واضح. بالتالي نحن الآن نبحث عن الآليات للوصول إلى هذه الدولة من خلال كنس الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولتنا. وحتى نكنس الاحتلال الإسرائيلي نحن ننتهج منهج المقاومة الشعبية، المقاومة غير السلمية، إضافة للعمل السياسي الدبلوماسي. فنحن الآن أعضاء في الكثير من المعاهدات الدولية، ونحن وقعنا على العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية، ونحن الآن نتوجه إلى المؤسسات الدولية صاحبة القرارات التي نحن نطالب بها. بالتالي بما أن برنامجنا السياسي ينسجم مع البرنامج الشرعي الدولي والبرنامج الدولي، بالضرورة أصحاب هذه القرارات أن يكونوا جزء من الحل وليس أمريكا أو إسرائيل. من رام الله المحلل السياسي الأستاذ نصيف معلم، شكرا جزيلا لك.